ما زلنا نتجدد اللقاء معكم من ضمن هذه الأشواط العملاقة وأشواط التحديات وأشواط الكبار. وصلنا إلى شوط الحول المؤسسات من 8 كيلومتر. نذهب مباشرة إلى الصدارة إلى المقدمة لنجد هذه الشعارات المؤسسات العملاقة، شعار مؤسسة هجن الهجان السلطانية الذي اليوم حصدت 4 كؤوس، وشعارات مؤسسة هجن البشائر الذي حصلوا على كأس الثنايا. أذهب مباشرة إلى الصدارة فأجد هناك من على المركز الأول شعار يميل بن عبد الله السعيدي اللي هناك التواجد كحيلة لهلال بن جميل بن عبد الله السعيدي من ميدان الطوي الشاوي القادمة، هذه الماركة العالمية اللي هي كحيلة التي دائما يفتخر بها هذا المربط يميل بن عبد الله السعيدي. أما المركز الثاني والتواجد في هذه اللحظات من منحاف للهجانة السلطانية بقيادة عبد الله بن سعيد بن حميد اليحافي مضمر متابع لمنحاف. أما المركز الثالث الله الله، شوف القدوم والوصول مياسة للهجانة السلطانية بقيادة المضمر سيف بن عبد الله بن سيف الحبسي، والعزبة الداخلية تأتي بأوراقها الرابحة في هذا الشوط. أما المركز الرابع فأجد هناك الشاهينية من الهجانة السلطانية بقيادة عامر بن راشد بن مسلم العمري. أما المركز الخامس هناك من ميمنة الميدان التي وصلت هذه اللحظات شوق للهجانة السلطانية بقيادة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي أبو سيف التاجد في عملية التضمير. أما المركز السادس، سادس المراكز والتواجد في هذه اللحظات من قناعة اللي لهجن البشاير للمضمر بدر بالحمدي الدرعي، هذه مؤسسة هجن البشاير على المركز السادس. أما المركز السابع احتفال من الهجانة السلطانية بقيادة المضمر صالح بن خفيق بن الصغير المالكي. والمركز الثامن، ثامن المراكز وصلت هذه اللحظات ثقة مع هجن البشاير للمضمر محمود بن مسلم بن سالم الينابي. والمركز التاسع، تاسع المراكز اللي وصلت مسيرة مؤسسة هجن البشاير أحمد بن حمد بن حميد الينابي. واختم النداء مع المركز العاشر التي وصلت همس لحمد بن سعيد بن سالم المقبالي. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى التحديات، تحديات المؤسسات في هذه الفترة المسائية، مساء الجميل في هذه الأجواء الجميلة في هذه الختاميات. يا سلام العزبة الداخلية ومياسة من الهجانة السلطانية بقيادة سيف بن عبد الله بن سيف الحبسي على المركز الأول، كحيلة على المركز الثاني لهلال بن يميل بن عبد الله السعيدي. أما المركز الثالث شوق للهجانة السلطانية بقيادة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع التواجد من منحاف للهجانة السلطانية بقيادة المضمر عبد الله بن سعيد بن حميد اليحافي. المركز الخامس وصلت مؤسسة هجن البشاير، وصلت ثقة بثقة الكبار، مؤسسة هجن البشاير قدموا ثقة مع محمود بن مسلم بن سالم الينيبي أحد المضمرين المعروفين نار على علم في مؤسسة هجن البشاير. ولكن وصلت هنا أحد الأسماء الرابحة مع هجن البشاير، صاحبة الإنجازات، صاحبة المسيرة الحافلة، مسيرة مؤسسة هجن البشاير أحمد بن حمد بن حميد الينيبي قدم لنا مسيرة يا سلام. ولكن المركز السادس التي وصلت في هذه اللحظات، التي هناك في هذه اللحظات الشاهينية للهجانة السلطانية عامر بن راشد بن مسلم العمري بعملية التضمير ولد السهران، يأتي بجديدة، يأتي بشعار الهجانة في شوط الكبار، في شوط الحول، في شوط المساء، في شوط التميز. يا سلام
سلام يا سلام على هذه الأسماء التي وصلت والتي صالت وجارت منذ سن الحقائق على أرضية الميادين، أتت اليوم في سن الحول مثل ما شاهدنا اليوم مخايل من الهجان السلطانية التي حصدت الكاس مع السيف في هذا الموسم مع المضمر أبو حمود أصبيح بن محمد الوهيبي، من قدم لنا مخايل في شوط الإبداع، في شوط الكبار، في شوط الكاس الكؤوس، ذهب الكاس إلى خزانة الهجانة السلطانية بقيادة مخايل التي أتت بالسيف من ختام الاتحاد. شكرا يا أبو حمود، شكرا يا صبيح، يا أبو محمد الوهيبي على ما قدمته مخايل هذه الناقة الذلول العملاقة التي لها العديد والعديد من الإنجازات، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة مع الإبداع، العودة مع كحيلة الهلال بن ميل بن عبد الله السعيدي على المركز الأول، على القيادة الأولى أهالي طوي الشاوي، ميدان طوي الشاوي على المركز الأول، ولكن مؤسسة هجن البشاير تضغط على الصدارة، ثقة ثقة بثقة الكبار هجن البشاير، المضمر محمود بن مسلم بن سالم الينيبي، ولكن نشوف هنا وصلت مسيرة من هجن البشاير، أحمد بن حمد بن حميد الينيبي في المركز الثالث، المركز الرابع هناك المتواجدة مياسة للهجان السلطانية بقيادة سيف بن عبد الله بن سيف الحبسي، راعية الأرضية، راعية الميدان، راعية العزبة الداخلية، ولكن العودة إلى المركز الخامس، انتأكد من المركز الخامس، الله يا هذا الفارق بين الأربع المراكز الأولى، نتراجع قليلا يا سالم الرشيدي، فيصل التقط، عادل التقطوا هذه اللقطات الجميلة بهذه الشعارات أو مع شعارات المؤسسات التي ماشت في هذا المساء، مساء الجميل، مسائي ختامي ختاميات السلطنة، ختامي كاس مولاي حفظه الله ورعاه، شكرا لشؤون البلاط على هذه الجوائز، على هذه السيارات الفاخرة الذي قدمت في هذا المهرجان، كم يوم عشنا أجواء جميلة، أجواء مبدعة، الله الله، شوق شوق للهجان السلطانية بقيادة حمد بن محمد بن سالم الويبي في المركز الخامس، المركز السادس التي وصلت في هذه اللحظات أمس لحمد بن سعيد بن سالم المقبالي أهالي إسحار السرحوني متواجد في المركز السادس، المركز السابع التي تواجدت في هذه اللحظات الشاهينية من الهجانة السلطانية بقيادة عامر بن مسلم العمري، يا السلام، شوفوا هنا القادمة مع الشاهينية من هجن البشاير عبيد بن محمد الوهيبي، عمدة المضمرين، عبدة المضمرين متواجد هنا في هذه اللحظات، ولكن العودة، العودة مع الكوكبة الرباعية على صدارة الشوط على المقدمة، يا سلام، أذهب مباشرة إلى الكوكبة الرباعية على الصدارة على المقدمة، يأتي هذا الجديد 3 كيلومتر تبقى عن عمر الشوط، وهناك القيادة، القيادة مع الشعار ثقة، ثقة من مؤسسة هجن البشاير اللي على الصدارة على المقدمة، يا سلام، ولكن التغيير، الضغوط من مياسة، مياسة الهجانة، مياسة الهجانة، مياسة العزبة الداخلية، تفزع فران، تب التتويج يا سيف بن عبد الله، مضمر مياسة، جمهورك يطالبوك، أنت كنت نجم من نجوم أحد المواسم، كنت الكؤوس والرموز كلها في هذه العزبة الداخلية، يا سلام يا سلام، مياسة على الصدارة للمؤسسة هجن الهجانة السلطانية بقيادة سيف بن عبد الله الحبسي أبو سلطان، ولكن المركز الثاني ثقة هجن البشاير المضمر محمود بن مسلم بن سالم الجنيبي المركز الثالث، والتواجد هناك مسيرة من مؤسسة هجن البشاير أحمد بن حمد بن حميد الينيبي أكحلة في المركز الرابع لهلال بن يميل بن عبد الله السعيدي، والمركز الخامس رجعونا قليلا لنعطي كل ذي حق حقه في الإذاعة، يستاهل التصوير، يستاهل الإذاعة هذه المراكز، هذه الشعارات الجميلة، شوفوا القادمة شوق الواصلة
إلى هناك، الواصلة كذلك الذي غيرت وناقة المقبالي، همس المقبالي، حمد بن سعيد بن سالم المقبالي على المركز الخامس، المركز السادس شوق الهجانة مع حمد بن محمد الويبي في المركز السابع، المركز السادس، المركز السابع وصلت الشاهينية من مؤسسة هجن البشاير عبيد بن محمد عمدة المضمرين، وصل يا سلام، ارجع يا الشيبة، ارجع يا عبيد بن محمد، اليوم صبيح عملها مع الكاس وانت اخذ الفترة المسائية، هذا زمانكم ابو محمد وابو حمود، يا سلام يا سلام. ولكن اعود 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 الى الصدارة، اعود الى المقدمة، اعود الى الصدارة، اعود مع مياسة، مياسة مياسة من الهجانة السلطانية 2 كيلومتر بقيادة سيف بن عبد الله الحبسي، ولكن شوف شوفوا ثقة ثقة، حملة التهديد المباشر ضغطت على مياسة من هجن البشاير مع المضمر محمود بن مسلم بن سالم الينيبي، يا سلام يا سلام، الضغط على الصدارة. ولكن هناك المركز الثالث، المركز الثالث مسيرة للهجانة السلطانية، أحمد بن المسيرة من هجانة من مؤسسة هجن البشاير أحمد بن حمد بن حميد الينيبي، ولكن شوف القادمة، شوف الواصلة، الله الله الله، هذه هي اللي قناعة، قناعة من هجن البشاير مع المضمر بدر بالحمدي الدرعي، وصل كالدرعي مع بقيادة قناعة من مؤسسة هجن البشاير، وصلت شوق، شوق الهجانة السلطانية بقيادة حمد بن محمد الوهيبي أبو سيف أحد المبدعين، ولكن العودة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، الله الله، ضغطت البشاير، ضغطت بشاير بكروتها الرابعة على الصدارة، على المقدمة، ثقة 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 على الصدارة من مؤسسة هجن البشاير بقيادة المضمر هناك محمود بن مسلم بن سالم الينيبي، وصلت هناك قناعة من مؤسسة هجن البشاير المضمر بدر بالحمدي الدرعي، وصلت كذلك هناك اللي هي المسيرة بأعلن من مؤسسة هجن البشاير أحمد بن حمد الينيبي، الله الله، مياسة هجانة السلطانية في المركز الرابع، ولكن شوق شوق تحركت، ولكن شوف شوفوا شوفوا أبطال اليزع، أبطال اليزع، وصلت هنا اللي هي 21 غير مدونة عندي في كشف البيانات، ولكن 15 الشاهينية، الشاهينية لحمود بن سلطان اليحافي أبطال اليزع في شوط المؤسسات، الله 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 الله، يا سلام، التحدي، قناعة 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 مؤسسة هجن البشاير بدر بن حمدي الدرعي على المركز الأول، ولكن الشاهينية، الشاهينية، ولكنه يعشق اسم الطيارة، سلطان بن حمود اليحافي قدم الطيارة، الطيارة وقناعة، طيارة وقناعة، طيارة وقناعة، طارت الطيارة، طارت الطيارة إلى اليزع، إلى اليزع، يا سلام يا اليزع، يا سلام يا اليزع، أهالي اليزع التقوا في الحق لأبطالكم، عملوا لهم مسيرة، مسيرة يستاهلوا، يستاهلوا، الثنائي حميدات وسلطان بن حمود اليحافي، الطيارة على المركز الأول، المركز الثاني قناعة من هجن البشاير بدر بن حمدي الدرعي، المركز الثالث مياسة، مياسة من الهجانة السلطانية بقيادة سيف بن عبد الله الحبسي، ولكن الطيارة و300 متر النهائية الفاصلة عن خط النهاية، ولكن الأمتار الأخيرة قناعة، سلطان بن حمود الطيارة، سلطان بن حمود اليحافي على المركز الأول، طارت الطيارة، طارت الطيارة بالناموس، بالزعفران، بالسلام إلى اليزع، إلى اليحافي، سلمت يمينك، سلمت يمينك يا الثنائي، يا حمود، يا سلطان بن حمود، يا حميد بن حمود اليحافي، يا سلام، مياسة قادمة، مياسة الهجانة، ولكن نقول تهانينا والناموس لسلطان بن حمود بفوز الطيارة، المركز الثاني مياسة من الهجانة السلطانية، المركز الثالث قناعة من هجين البشاير، المركز الرابع وصلت هناك التي هي الشاهينية من هجانة السلطانية حمد بن عامر بن راشد بن مسلم العمري، والمركز وصلت هناك ملامح من الهجانة السلطانية حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي، هكذا كان التحدي، هكذا الطيارة أطارت وقت